عمل مشترك تسع الجميع، وقفت على ديك تسع الجميع وقلت علاش لماذا تسع الجميع؟ الجميع راه فيه القوى المحافظة والقوى الإصلاحية والقوى التي لها مصلحة في التغيير. أنا أفضل أن أقول تسع كل القوى التي لها مصلحة في التغيير الديمقراطي. إن كاين اللي ما عندوش مصلحة في أنه يكون قاعد التغيير الديمقراطي، بالتالي ما نقولوش تسع الجميع ولكن تسع كل القوى التي لها مصلحة في التغيير الديمقراطي. أنا صار المداخلة بسرعة مع شحال الوقت 15 دقيقة مع بعض. عناصر المداخلة بسرعة هي أربعة عناصر. أولا مدخل تشخيصي مركز للوضع المغربي الراهن دستوريا سياسيا تنمويا. ثانيا في قضايا العمل المشترك. ثالثا في قضايا الحوار المفتوح من أجل توسيع أرضية العمل المشترك. ثم رابعا أختم بمقترح عملي. فيما يخص مدخل تشخيصي مركز للوضع المغربي، سوف أستدعي يعني وضع المغرب في التقارير الدولية وبسرعة، يعني بدون تفاصيل، لأن إذا ما فصلنا في الأمر يعني ما غننتهيوش، لأن التشخيص دائما كياخذ واحد الوقت. ولكن وضع المغرب في التقارير الدولية مهم جدا، لأنه يعطينا يعني صورة المغرب أمام مرآة يعني الوضع العمومي ديال الدول في مجمل يعني التصانيف الدولية حسب التقارير الدولية. المغرب مصنف الآن ضمن الأنظمة الهجينة لريجيم إبريد في المرتبة 105 في 2016، وكان في المرتبة 107 في 2015، وكان في المرتبة 116 في 2014 ضمن الأنظمة التسلطية من ضمن 167 دولة. بالتالي وضعه يعني يتأرجح بين نظام تسلطي وبين نظام هجين. مع عمرو ما انتقل الى المستوى ديال فلاور ديمقراسي، يعني ديك على الاقل الانظمه المعيبه ديمقراطيا. ولماذا نقول انظمه ديمقراطيه؟ فدائما ما كيفوتش داك لو سوي ديال الانظمه العجينه. المغرب كذلك في تقرير مراسلين بلا حدود حول حريه الصحافه، صنف المغرب في المرتبة 131 في 2016 من أصل 180 بلد، كانت في المرتبة 130 في تقرير 2015 و136 في تقرير 2014 من أصل 180، يعني قريب من الدول التي تنعدم فيها الحرية أو تنقص. المغرب كذلك مصنف ضمن المرتبة 90 حسب مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في 2016، 88 في 2015، 80 في 2014 ضمن 176 دولة مرتبة. المغرب كذلك في التنافسية العالمية مصنف ضمن المرتبة 72 2015-2016 المرتبة 70 في 2016-2017 من أصل 140 دولة. والمغرب كذلك مصنف مرتبة 126 في التنمية البشرية في تقرير التنمية البشرية 2015، وكان مصنف 129 في تقرير 2014 من أصل 188. طبعا هذا التصانيف هي أهميتها تتمثل في أنها كتعطينا واحد الصورة ديال المغرب. فمثلا حينما نقول مؤشر الديمقراطية، فهذا التصنيف يعني يكون حصيلة واحد تركيب ديال مؤشرات عديدة اللي كتعطينا يعني إما هذا النظام تسلطي أو هجين أو ديمقراطي. من بين هذه المؤشرات العمل يعني المشاركة السياسية، واش الدستور ديمقراطي، واش كاين انتخابات ديمقراطية ونزيهة وحرة، إلى غير ذلك. فحينما نقول بأن المغرب ضمن الأنظمة الهجينة، بمعنى راه انتخابات ليست حرة وليست ديمقراطية، بمعنى أن الدستور ما كيساهمش فيه الجميع، وإلى غير ذلك من المؤشرات اللي هي كتعطي الحصيلة ديالها يعني نتيجة إما أن يكون نظاما هجينا أو نظاما تسلطيا أو كذلك. في مثلا التنمية البشرية اللي هي حصيلة مؤشرات عديدة، بينها حق في التعليم، الصحة كيفاش دايره في المغرب، التعليم أو المعرفة عموما، كذلك الدخل الفردي
اللي كيعطينا في الاخير حصيله ديال مرتبه هذه الدوله التنميه البشريه. فاذا هذا كيعطينا خلاصه عوض ان نتحدثوا عن التعليم وعن الصحه، وهذه كيعطينا واحد خلاصه مركبه اللي كتعطينا الصوره ديال المغرب يعني في المرآة الدوليه. طبعا هذه الارقام تؤكدها التوصيفات التاليه كذلك. دستور قائم على نظام ملكيه تنفيذيه، فهو لا ديمقراطي لانه ممنوع شكلا ولانه مضمون فيه تراتبيه تبعيه للسلطه وليس فيه توازن للسلطه. سلطه تنفيذيه ملكيه ابتداء تمارس عبر اليه المجلس الوزاري وعبر صلاحيات الملك سواء في المجالات الثلاث، السلطات قضائيا تنفيذيا شرعيا وحتى دينيا، وسلطه تنفيذيه حكوميه اقتضاء وبصلاحيات محدوده وتابعه للسلطه الاصل. وهذا الشيء دابا ولا حتى الناس الذي داخل الحكومه، رئيس الحكومه يعني في كثير المناسبات كيقول انا لا احكم. يعني هذه كتلخص يعني طبيعه الدستور المغربي. وضع سياسي اهم، والاشاره هذا الدستور 2011 بعض الاشراقات فيه يعني تم طمسها مع وقف تنفيذي، لانه لاحظتوا بان القوانين التنظيميه تقريبا حتى 2014 على ما اتذكر كان تم المصادقه فقط على 5 قوانين تنظيميه، بمعنى انه العديد من الفصول اللي ظلت مبهمه واحيلت الى قوانين تنظيميه، وظلت تلك القوانين التنظيميه يعني لم يصادق عليها، بمعنى ظل الدستور قابل للتاويل السلطوي وقابل للتاويل لا ديمقراطي حتى وصل 2014 عاد بدات ديك القوانين التنظيميه تظهر. وللاسف ديك القوانين التنظيميه رجحت كفه التسلط على كفه الديمقراطيه في تفسيرها لبعض الفصول، من مثيل مالي الملك ومالي لرئيس الحكومه، قانون تنظيمي اللي تعدل على ما اعتقد ولا ما اتذكر شي 3 المرات، حيت كاين 3 المرات خرج ذاك القانون التنظيمي ديال مالي الملك، كل مره كيتعدل فيه حاجه. وهذا كيبين بانه الدستور بالرغم من بعض الاشراقات فيه تم طمس ديك الاشراقات بديك القوانين التنظيميه. وضع سياسي اهم ملامحه استمرار هيمنه وزاره الداخليه على مجال حريه التنظيم في شقيها الجمعوي والحزبي، واستمرار اشراف وزاره الداخليه على الانتخابات ابتداء وانتهاء، ومن خلال استمرار حضور قوي كذلك لسلطات الولي والعامل في التسيير الجماعي جهويا ومحليا. سلطة التأشير على ميزانية المجالس الجماعية والجهوية وعلى أغلب مقررات دوراتها. طبعا هنا استدعي هنا ظاهرة 58 قانون الجمعيات، واستدعي كذلك قانون الأحزاب السياسية، اللي حزب الأمة كان ضحية هذا القانون لا ديمقراطي وضحية هذا الإشراف ديال الوزارة الداخلية على هذا القانون الأحزاب. عندها واحد السلطة الإحالة واسعة ديال أنها إذا رأت بأنه ينبغي أن تحال أو يحال ملف معين للتأسيس إلى القضاء تحيله، وإذا رأت أنه لا يحال لا يحال، بمعنى ما كاينش نوع من يعني الحيادية في عملية إعطاء يعني الحق في تنظيم مشروعيته. بالتالي هذاك الهيمنة ديال الإشراف ديال وزارة الداخلية على المجال الجمعوي، وعندنا هنا حالات ديال الجمعيات ما توصلتش بوصولة الإيداع، وهنا استدعي يعني الفروع ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان والمحنه اللي عاشتها ولا زالت تعيشها، وكذلك القانون ديال الاحزاب السياسيه وحزب الامه كان ضحيته، وكذلك حزب البديل الحضاري اللي ظل يعني منزله بين منزلتين، ما هو شرعي وما هو يعني صدرت شي وثيقه كتقول بانه تم حله. فاذا كاين هذا المشكل ديال الهيمنه ديال وزاره الداخليه، وكاين على المجال السياسي مجال تاسيس الاحزاب مجال تاسيس الجمعيات، وكاين كذلك الهيمنه ديالها على يعني الانتخابات ابتداء وانتهاء، وكاين كذلك الحضور القوي لوزاره الداخليه في التسيير الجماعي للمجالس الجماعيه. كاين تراجعات على مستوى الاجهاز على مكتسبات اجتماعيه استراتيجيه، تقاعد صندوق المقاصر، تخلي التدريجي عن مسألة الحق في التوظيف، تخلي عن التوظيف المباشر بدءا ثم العمل بالتعاقد بدل التوظيف العمومي ثم فصل التكوين عن التوظيف، وهذه كلها صدرت بشأنها مراسيم وقوانين ما غندخلوش في التفاصيل ديالها. النقطة الثانية في قضايا العمل المشترك، هي يعني بناء على هذا الوضع العام كنقولوا بأنه قضايا العمل المشترك
ينبغي أن تتركز على القضايا التالية. أولا قضايا النضال الاجتماعي للتصدي لهذه التراجعات، وقد تحدث السيد حميد أمين كثيرا في هذا الأمر. ثم قضايا الحقوق والحريات، وأبرزها حرية التنظيم وحرية التعبير. هنا كانت واحد التنسيقية ربما الآن ما بقاش، كانت تحت عليها على التنسيقية ديال التنظيمات الممنوعة، ما عرفتش فين وصلات، هنا كانت توقفات وكانت مهمة جدا. إذا قضايا الحقوق والحريات أبرزها حرية التنظيم وحرية التعبير. ومن بين المطالب الأساسية في هذه القضايا هي رفع وزارة الداخلية يدها على تأسيس الجمعيات والأحزاب من خلال إصلاح قانون تأسيس الجمعيات وقانون تأسيس الأحزاب، والنظام المشترك المنظم للتصدي لكل خرق للحق في التنظيم كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية. كنقول لكل خرق للحق في التنظيم، ماشي لكل خرق للقانون الذي قد يعكس الحق في التنظيم وقد لا يعكسه. حرية التعبير ومدخله حرية الإعلام والصحافة بإلغاء قيود الحرية وتبعاتها على مستوى العقوبات القضائية المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر، وإلغاء قيود الحق في التأسيس. تصوروا معي مدونة الصحافة والنشر ما كانش فيها نقاش عمومي كبير، رغم أن المآلة ديالها ستظهر. من بينها أهم مآل هو أنه باش تأسس يعني صحيفة إلكترونية أو كتابية خص تكون عندك مدير النشر، وهذا المدير النشر خص توفر فيه شروط ديال الصحفي المهني. كنرجعوا للصحفي المهني، كنمشيو بانه كاين قانون ديال الصحفي المهني اللي كي فرض على انه هذا الصحفي المهني يكون قوته اليومي من الصحافه، بمعنى انه واحد الانسان عنده من هوات الصحافه من هوات الاعلام يمكنش ياسس صحيفه الكترونيه، او بمعنى هنا الالاف هي المواقع سيتم حجبها وسيتم توقيفها بقوة القانون. قضايا التحرر والتضامن مع كل الشعوب المستضعفة ضد مستبديها أولا، وضد الاحتلال الغاشم والغزو العسكري الأجنبي كيفما كان هذا الغزو، سواء كان روسيا أو أمريكيا أو صهيونيا. ثالثا قضايا الحوار المفتوح من أجل توسيع أرضية العمل المشترك. إذا القضايا العمل المشترك واضحة، إذا النضال ضد الإجهاز عن المكتسبات الاجتماعية، وقضايا الحقوق والحريات، قضايا الحوار المفتوح اللي خصها تبقى مفتوحة من أجل توسيع هذه الأرضية للعمل المشترك. وهنا كنتحدث على قضايا الدستور المنشود شكلا مضمونا، نقاش كان تفتح في 20 فبراير ولا زال، هل في الشكل المجلس التأسيسي أم توافق مجتمعي أم هما معا، شكل النظام السياسي المنشود هل ملكية برلمانية ديمقراطية أم نظام ديمقراطي برلماني أم نظام ديمقراطي رئاسي أم نظام ديمقراطي شبه رئاسي. خص تكون الأمور واضحة في هذا النقاش هذا، ويتفتح نقاش كل بحججه. الدولة الديمقراطية المنشودة، هل نريد دولة مدنية علمانية لا حضور فيها للدين بالبت، أم دولة ديمقراطية مدنية متصالحة مع عمق الهوية المجتمع. الإصلاح الديني المنشود وهو نقاش في التراث وفي عملية تجديده المتنور، كي يكون الدين دعاما للنهضة ومكلف للاستبداد وليس مبرر لله، لأن دائما الصورة اللي كتصدر عند أهل ما يسمى باليسار هو أن الدين يكون مبررا للتسلط. فينبغي أن نفتح نقاش، هل فعلا الدين دائما عنده هذه الصورة ديال أنه مبرر للتسلط، أم هو في الأصل هو مكلف للاستبداد والتسلط. رابعا النقطة الأخيرة أختم، لما أقترح يعني تأسيس منتدى للحوار تنتظم فيه اللقاءات ويتشكل من كل القوى التي لها مصلحة في التغيير الديمقراطي المنشود، ويتوج سنويا لقاءاته بدورة قيمية لاستخلاص خلاصات المشترك الذي أفضت إليه الحوارات طيلة السنة. هذا مقترح عملي أتقدم به، وشكرا مرة أخرى على